الصورة هنا في جنوب الشيخ صراحة من أين نبدأ وإلى أين سننتهي؟ من خلال تواجدنا في المدخل الرئيسي لجنوب الشيخ تشاهد تتابع أعداد كبيرة وتجمعات يعني تفوق الوصف أمانة ما نشاهده ونتابعه على أرض الواقع في ظل إجراءات تتخذها الدولة احترازية. يعني جميع الرسائل التي بثت يعني ابتداء بكبار المسؤولين في الدولة، نستحلفكم بالله التواجد في المنزل هنا، يعني جميع هذه الأمور تذهب هباء منثورة، بل لا تجد أذانا صاغية كما نشاهد ونتابع. يعني خلفي هنا تشاهد تتابع المدخل الرئيسي لجنوب الشيوخ، الحركة بكثافة وكأن الأمور طبيعية بشكل كامل. نحن نتحدث الآن في أقل من ساعتين عن بداية الحظر الجزئي، لكن المشهد يتحدث عن نفسه أمانة بهذه الأعداد الكبيرة. أيضا انتقلنا إلى المكان الآخر، يعني نشاهد نتابع الأعداد الكبيرة قادمة من الجهة من الجنوب ومن الشمال بإقبال إلى منطقة جليب الشيوخ، والازدحام الكبير بالنسبة أيضا للمداخل. هذا شيء يعني أكيد يعني يمكن قد يكسر جميع نكسر مجاديف العمل المنظم بالدولة، الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وتتبعها من خلال أيضا رسائل دائما توعوية للحد من فيروس كورونا COVID-19. ولكن يعني هي ثقافة، هو أسلوب لابد أن يعني يفعل بشكل أكبر حتى لو بإجراءات صارمة وحازمة. يعني أنت تتحدث قبل أقل من ساعتين من بداية الحظر الجزئي، والحركة تسير هنا في منطقة جليب الشيوخ بشكل يعني كثيف من خلال العمالة الكبيرة والمتعددة في جنسياتها. يعني في ظل أيضا توقف النقل والمواصلات وتوقف سيارات الإجراء، لكن تشاهد تتابع هذه الأعداد تأتي سيرا على الأقدام. بل أيضا هناك أيضا يمكن يعني صراحة يمكن تغفل على الجميع اتخاذ أساليب أخرى في استغلال بعض الباصات الحكومية يعني أو الباصات العادية لكي تأتي هذه الكثافة العمالية. يعني يتم إنزالهم قبل منطقة الجليب ويأتون بالأقدام سيرا، وكما نشاهد نتابع في تجمعات لا توجد فيها أي نوع من اتخاذ الخطوات الإجرائية والإحساس بخطورة COVID-19، والذي الآن كما نشاهد الأعداد الكبيرة والذي أصبح أدق ناقوس الخطر في العالم أجمع. يعني لابد من تفعيل بشكل أكبر يعني أجهزة عديدة تفاعلت بجولات شبه يومية في منطقة جليب الشيوخ، يعني ابتداء من بداية مدخل جليب الشيوخ والتعمق في العمق سواء في بلدية الكويت، وزارة الداخلية، هيئة القوى العاملة بإغلاق المحلات، إقفال جميع المحلات. لكن أعداد كبيرة نشاهدها ونتابعها الآن تأتي بعد يعني انقضاء العمل، وأيضا يعني أقرب وصف لها يعني لا يمكن أن تكون في وقت يسمح لها بالتنقل في مكان لمكان آخر في ظل إجراءات احترازية يعني لابد أن تتخذ في عين الاعتبار. يعني دائما في تلفزيون دولة الكويت ومسؤولين في تلفزيون دولة الكويت نوجه رسائلنا بالذهاب بالضرورة القصوى، لكن ما نشاهد ونتابع أمانة تحديدا في جليب الشيوخ شيء لا يوصف من خلال يعني عدم الالتزام الكبير في هذه الأعداد الكبيرة من العمالة التي تأتي من جميع الجهات، وأيضا تتشكل بتجمعات وبأعداد كبيرة. وأيضا الجانب الآخر يعني الازدحام في بالنسبة للسيارات المقبلة للمداخل جليب الشيوخ. نعم كما نتابع.